بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة منتدى هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي على اليوتيوب. إن شاء الله النهاردة هنستكمل تمرين جديد من سلسلة دروس تمارين أساسية في برنامج سوليد ووركس. التمرين بتاعنا سهل وبسيط، ممكن يتعمل بفكرتين. الفكرة الأولانية البسيطة خالص، إن أنا باجي أعمل حرف ال ده وباجي في المنتصف وأعمل الجزء اللي الناحية ده. الفكرة التانية بقى اللي ممكن تصعبها على نفسك بيها، إنك تيجي ترسم الشكل كله حتة واحدة، يعني تقوم جاي راسم الشكل ده كده كله حتة واحدة، وبعد كده تبدأ تقطع فيه ده وده والحتتين اللي هنا دول. تعال كمان نعمل كنترول A كنترول C ونيجي على السوليد نيو بارت ونعمل كنترول V، نسحب الرسمة ونصغر على قد ما نقدر ونقرب منها. الشكل الأولاني زي ما احنا اتفقنا، هاجي أعمل حرف ال L ده أهو، يبقى أجي على مسقط مين؟ مسقط الرايت، وتقول له سكتش، وتقوم جاي ده حرف ال L أهوت. تعمل اسكيب، تمسك رسمتك وتقرب من الشكل. عندك ارتفاع دي مقدارها كام؟ مقداره 26، وارتفاع الحتة اللي تحت دي مقدارها كام؟ مقداره 10، وعرض الحتة دي مقدارها كام؟ عرض الحتة دي قالك 12، وعرض الشكل كله مقداره 52. ده ال 52 اهي، كده الشكل بقى فولي ديفاين. تعال على فيتشر جاري وقول له اكسترود، وعرض الشكل كله مقداره 40، وخلي الشكل هنا بقى ميد بلين، وهتعرف ليه دلوقتي. ميد بلين، واقول له ايه؟ واقول له صح. نفعتني في ايه ميد بلين دي؟ ان انا لما اجي ارسم الجزء اللي في النص ده هقوم جاي على الرايت على طول وراسم عليه. لو ما كنتش عملت ميد بلين كنت هضطر اروح على ريفرنس جيومتري واقول له كريت لي بلين جديد واخليه في المنتصف. شرحنا قبل كده ازاي نكريت بلين جديد، لكن لو عايز تكريت بلين جديد تعالى على ريفرنس جيومتري، تك هنا بلين واختار له ادا الوش ده، وغير اختار الوش التاني، عمل لك بلين في النص تقدر تشتغل عليه. طبعا احنا مش مكريته لان احنا كده كده مكريتين. نيجي على الرايت ونقول نورمال تو، ونيجي على الرايت ونقول له سكتش، وتعالى نبدا من هنا اهوت اهوت، وننزل كده ونقفل الشكل ده ونعمل الحته دي. بعد كده هتيجي تقول له ارتفاع دي مقدارها كام، او عرض دي مقدارها كام. عرض دي مقدارها 24، ارتفاع دي هتلاقيه من ورا هنا كده مديك ان دي كلها 30، يعني من هنا لحد القاعدة مقدارها 30. طب وعرض الحتة دي مقدارها كام اللي هي الحتة دي؟ تعال علم عليها وقول له ده مقداره 8. وارتفاع الحتة دي مقدارها كام؟ قال لك دي مقدارها 6 اهي، ادي 6. بعد كده الشكل بقى فولي ديفاين، تعال هنا اقول له اكسترود، فيتشر اكسترود، وعرضه كام؟ قال لك عرض الحته دي 14. خلي الشكل 3D وقول له طبعا ميد بلين، وقول له ان دي مقدارها 14، وقول له صح. الشكل اتعمل بكل سهوله خالص اهوت من غير مشاكل، مجرد امرين. تعال بقى اما نعمل كنترول اكس ونخلي الشكل 3D، بقى الشكل عندنا هو تمام بالفكرة الأولانية. نيجي بقى نشوف الفكرة التانية، تك نيو بارت ونعمل كنترول في ونصغر على قد ما نقدر ونقرب. تعال بقى هنعمل ايه؟ هنيجي برضو على الرايت لكن هنرسم الشكل ده كله حتة واحدة. ازاي؟ تعالى كده على الرايت اهو وقول له سكتش، وتعالى قرب وخلي رسمتك في النص، تك على لاين، وتعالى قول له ايه؟ قول له ده خط الافقي، ده الخط الرأسي، وده خط افقي، وده الخط الرأسي، وده خط مايل، وده الجزء المايل اللي هو خليه لحد هنا، وده ده، لان انا هرسم ايه؟ هرسم الاطار الخارجي ده. بعد كده تعالى حط الابعاد بتاعتك. عرض الشكل كام؟ قال لك عرض الشكل ده 52 زائد 8، يعني ليها 60. مش عارف اكتب 52 زائد 8 لو الارقام صعبه عليك، طبعا الارقام سهله. تعالى هنا واقول له ده مقداره 12، وارتفاع الحته دي مقدارها 26 اهيت، ادي 26، وكذلك ارتفاع الشكل من هنا لحد هنا مقداره 30، وكذلك عرض دي من هنا لهنا مقداره 24 اهي، هيبدأ ياخد شكل الشكل بتاعك. وكذلك عندك ارتفاع الحتة دي مقدارها كام؟
قال لك مقدارها 6. كده الشكل بقى تمام فولي ديفاين. تعال بقى على فيتشر وقول له اكسترود، خلي الشكل 100 بلين، وهتلاقي عندك عرض الشكل هنا مقداره 40، يبقى تيجي هنا 40 وتقول له صح. خلاص تمام، كريت الشكل اهوت، ابدا اقطع فيه. تعالى كده بقى، تعالى على السطح ده وقول له نورمال تو وقول له سكتش. هبدا اعمل ايه؟ هعمل الحته دي والحته اللي في الجنب، وهقطع برضو الحته دي والحته اللي تحت. هاجي اعمل ايه؟ هقوم جاي رايح على ريكتانجل، واقوم جاي متكي وضاغط ادا مستطيل، وما تخليهوش لحد الخط ده. ليه؟ لان الخط ده على بعد 6، انما الخط اللي هنا ده على بعد 10 اهو. تقوم جاي متكي على ده، وكذلك ادا ده. ولو انت عايز تعمل حتتين اللي تحت بالمره، تعال اعملهم اهو، وتعالى اعملهم هما كمان. واحد هيقول ازاي يعني انا هقطع دول كلهم؟ ده دي عمقها 8 ودي عمقها للاخر. اصبر بس، هنشوف هنعملها ازاي. دي عشان توفر سكتش هتعمله. تعالى اتكه على الخط ده كنترول، وكذلك على الخط ده كنترول، وقول له ايكوال، وقول له كولينير زياده احتياط، وكذلك الخط اللي هنا ده والخط اللي هنا ده ايكوال وكولينير. تعالى بقى ادي البعد بتاعك من فوق، العرض الحته دي مقدارها كام من هنا لحد هنا؟ قال لك ده 14. اليمين اللي هي سمك الجزء اللي في النص ده. طب ارتفاع دي كام من هنا لحد الأرضية؟ مقداره 10، ادي 10. كده تمام التمام، وعملنا الشكل فولي ديفاين. تعال بقى على فيتشر ستروك كات، نبدأ بمين؟ عايز تبدأ باللي فوق ماشي، عايز تبدأ باللي تحت ماشي. وليكن هنبدأ باللي تحت، اللي هي ستروك كات على بعد 8 اللي هي الحتة دي. وعلم له على مين؟ علم له على دي، وعلم له على دي، وكذلك علم له على دي، وكذلك علم له على دي، وخلي الشكل 3D. نعلم عليهم فين؟ لو ما تعلملكش عليهم اضغط على سيلكت كونتورز من هنا تقول له صح. تمام كده عملنا الفتحتين اللي هم تحت دول. تعال بقى اما نعمل التانيين ازاي، نقول له اكسترو كات، طبعا ما فيش سكتش. ثم انت رايح فارت كده وجايب السكتش اللي انت لسه راسمه منين؟ من الاكسترو كات اللي هنا ده اهو. بعد ما اتك عليه يقول لك حدد لي بقى السكتش اللي انت عايز تعمله اهو. اتك سيلكت كونتور واختار له الفتحه دي والفتحه دي. لحد فين بقى؟ مفيش بقى واحد يقعد يحسب لي يقول لي 8 وعرض ديت كلها كانت 52 واطرح منه 12، لا ما تعملش الكلام ده كله. تعالى هنا وقول له اب تو سيرفس. انهي سيرفس بقى؟ اللي هو ده، انا عايز اقطعه لحد هنا اهو. بس خلاص كده تمام، هيقطعه لك لحد هنا. تعالى اقول له صح. تمام الدنيا تمام، وعملنا الشكل بتاعنا اهو. تعالى احذف دي، قول له يس، وخلي الشكل 3 دي. يبقى كده التمرين اتعمل بالفكرتين، لكن الفكره دي 3 فيتشر والفكره الثانيه 2 فيتشر. اختار الاسهل ليهم ليه وابدا اشتغل بيها. ولو عندك اي افكار سيبها لنا في التعليقات، وان شاء الله نحاول نضيفها للشكل بتاعنا. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. تنسوش هتلاقوا رابط الملف اللي رسمنا منه تحت الفيديو في حسابنا على الجوجل درايف، وكذلك رابط ملفات السوليد اللي رسمناها على حسابنا على الجراب كاد. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، ما تنسوش تعمل لايك وشير له، وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، ولايك للصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.